أقامت ADC اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز احتفالاً تكريمياً لسيدات بذلن جهوداً حثيثة وقدمنا إنجازات كبيرة في المجتمع الأمريكي وفي كافة المجالات السياسية الفنية والاجتماعية. أحد أهدافنا المحافظة على التراث ونشر ثقافتنا، فمبادرة المرأة اليوم تكرم سيدات حافظن على التراث وحققنا العديد من الإنجازات. لعبت المرأة الأمريكية من أصول عربية دوراً فاعلاً في المجتمع، حيث انخرطت فيه كعضو فاعل ونشيط مع المحافظة على العادات والتقاليد الثقافية للبلد الأم. أولاً نسج الأسرة يلي هي تتميز بتضامنها، تكاثفها، محبتها، علاقتها المميزة، طبعاً ثقة في النفس، طبعاً عمل خارج المنزل هي شأن مادي كذلك، فهي تجمع بين الشأن الروحي والشأن المادي، وهيدا شغلة يعني مش كل الناس قادرة تعملها. الأقرب إلى فهم طبيعة المرأة هي المرأة، حيث كانت حاضرة بشعر باح بالكثير من الأسرار وعكس واقع المجتمع. خواتي القيد هو شعر سياسي رومانسي، مجمعات شعرية خواطر من 1994 إلى 2011. برأيك هل تجتمع السياسة مع الرومانس والعواطف؟ أكيد، أفتكر في رابطة قوية بيناتهم. كما وضم الحفل معرضاً للوحات زيتية بريشة فنانات، أردنا إيصال رسالة المرأة بمختلف وجوهها، فامتزجت الألوان بعبارات التحدي والإصرار على مواصلة المشوار. أنا من فترة طويلة مركزة على النساء وقوة النساء وجمال النساء بالوطن العربي، يعني they represent القوة والجمال والعطاء وال يعني الأطفال والناس وكلهم جايين من المرأة. المرأة هي آني، لأن آني أعيل عائلة 4 بنات من 15 سنة ومشيت وياهم، فشفت معاناة العراقية والعربية وأحس بمعاناتها، فهي موجودة ببيت وبقلب كل إنسان موجود بالدنيا. بين رقي الثقافة الفنية والإنجازات الاجتماعية، تميز الحفل بتكريم سيدات عملنا بجد ونشاط من أجل تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة والعالم العربي. والسيدة غريس سعيد استحقت التكريم لنشاطها الاجتماعي. إنه تكريم رائع من المجتمع، وأشكر ADC لتكريمي مع أخريات قدمنا العديد في مختلف المجالات. ولأن رسالة الفن الأجدر بإيصال الصوت والهدف، استحقت الفنانة التشكيلية منال ديب التكريم لنشرها الفن التراثي الفلسطيني والذي حمل عنوان صور وذكريات. التكريم بعني لي كتير كتير، لأني كفلسطينية وبمثل فلسطين بلوحاتي وبمشاعري وأحاسيسي، أني أكون موجودة اليوم طبعاً بعني لي الكتير وبشرفني أني أكون موجودة. أمسية واحدة لا تكفي لتكريم المرأة على مجمل إنجازاتها، لكنها بادرة كريمة لتقدير سيدات كنا للعطاء عنوان. تكريم سيدات أمريكيات من أصول عربية على جهدهن وعلى ما قدمنه للعالم العربي والولايات المتحدة هو تكريم يمد المزيد من الجسور الحضرية والاجتماعية بين الثقافتين. مروان زعتر لبرنامج اليوم على الحرة من ولاية فرجينيا.